ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. بعد فيديو التربو في ناس قالت لي الزيوت والحاجات التانية بتحطيها فين. انا وريتكم في الفيديو بتاع جولة في مطبخي ركن التتبيلة والزيوت والكلام ده كله، ده انا عامله ركن لوحده في الدرفة دي. هو ده اساسا المفروض دولاب خزين، خلاص فانا حاطة فيه الحاجات دي، فهوريهولكم انا حاطة فيه الحاجات ازاي، مع اني وريهولكم قبل كده بس مفيش مشكلة ان انا اصورهولكم تاني اهو. عفوا، بصوا شايفين كده؟ هنا ثانية واحدة، دي الحاجات اللي انا بستعملها، يعني ايدي جنبها على طول. العدس ابو جبة، اللبن النيدو بس انا مفضيها هنا، النشا، البقسماط المطحون، الشوفان، الرز المصري، رز البسمتي، ذرة الفشار. خلاص دي الحاجات اللي انا ايدي فيها على طول. التربو فيه الحاجات اللي هي مقفوله بكياسها، يعني انا ممكن مثلا اخد كيس مكرونه اعمل نصه والنص التاني بحطه في حته تانية، ما بسيبش اي كياس مفتوحه في التربو خالص عشان ما يلمش اي حشرات. الحاجه لما بتسيب في ارضيه التربو ممكن تلم نمل وهتلم تراب. طب ليه يعني؟ بالنسبه للزيوت انا عامله لها هنا رف لوحدها اهو زي ما انتم شايفين كده، انا مسميها ركن التتبيله. في عسل، في زيوت الزيت اللي هو زيت الذره العادي، خل التفاح، ريحة الليمون، دبس الرمان، صويا صوص، زيت الزيتون، الخل، وده عسل بس نوع تاني. خلاص ده الركن بتاع انا بسميه ركن التتبيلة، فيه كل الصوصات وكل الانواع الحاجات اللي انا بستعملها، وحاطه معاه الزيوت ومخليه لوحده علشان ما يكرفش على اي ريحة تانية. الجزء اللي تحت ده بتاع المشروبات. بصوا انا قلت لكم قبل كده وفي كل حاجه، يعني انا مش حاطه حاجه من طقم التوابل بتاعي بره، مخليه كله، يعني اقصد يعني الحاجه بتاعه المشروبات محطوطه كلها هنا، الشاي الاخضر واليانسون والشاي العادي والتيلي اللي قلت لكم عليه، دي بقى كل حاجه في المشروبات ممكن تتخيلوها هتلاقوها في دي. خلاص ده الجزء اللي انتوا سالتوني عليه بتاع الخزين اللي في دولاب الخزين ده. خلاص الدرج ده بحط فيه الاكياس اللي انا مفتحاها، يعني مثلا انا اخدت نص كيس شعريه النص التاني بسيبه هنا وهكذا. تمام. الجزء اللي تحت ده بقى خاص بالمنظفات، وانا وريته لكم قبل كده اهو، وانا وريته لكم قبل كده. تمام. بالنسبه بقى برضو عشان سؤال تاني سالته، البطاطس في فيديو التربو حد بعت لي على الانستجرام ازاي بتشيل البطاطس والبصل مع بعض. اسفه جدا، تعبانه والله، عندي برد. البطاطس والبصل بيتحطوا مع بعض ما بيجرهولهمش اي حاجه، حطي معاهم تفاحه، انا بس عشان لسه ما جبتش التفاح. اوكي بصوا اهو، حطاله في الارضيه مناديل ورق لانها بتشيل اي بكتيريا منه. طبعا البطاطس مغسوله زي ما انتم شايفين كويس جدا من اي اتربه عشان ما تلمش رطوبه، لما بيبقى عليها تراب بتلم رطوبه ممكن تلاقيها تزرع. والفصل انا مغلفاه وبحط التفاحه هنا كده في النص، بتحافظ لي على الاثنين مده طويله جدا. بس ده كان الفيديو بتاع النهارده، الحاجات اللي انتم سالتوني عليها. اشوفكم على خير، سلام عليكم.